بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل المدخل بتاع العمارة اهو، مدخل ما شاء الله شيك جدا، كله رخام، السقف بتاعه جبسن بورد برضو بالديزاين اللي حضرتك شايفينه ده. ده كده اهو شكل المدخل، عندي برضو فيه السلم ده كله رخام برضو يا جماعة، اللي في الأرض ده جرانيت، وعندي أسانسير، الأسانسير شغال كده. بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة تشطيبها الترا سوبر لوكس، أول سكن لسه محدش سكنها. أول حاجة بيجي لنا باب مصفح تركي، ده شكل الباب أهو، ده باب مصفح تركي. يلا نبدأ نخش شقة النهاردة برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. الشقة يا جماعة مساحتها 120 متر تحت العجز والزيادة، ثلاث غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ أمريكاني واثنين حمام. على اليمين كده بيجي لنا الريسبشن والبلكونة والحمام بتاع الضيوف، وهنا كده عندنا المطبخ، مطبخ مفتوح أمريكان، وعلى الشمال كده بيجي لنا الغرف والحمام الكبير، ثلاث غرف والحمام الرئيسي بتاع الشقة. كده دخلنا بقى من باب الشقة، تعالوا ناخد يمين الأول، ربنا يجعلنا من أهل اليمين، ونخش على الريسبشن. ده ريسبشن يا جماعة قطعتين، التشطيب بتاعه كده زي ما هو باين مع حضراتكم، تشطيب الترا سوبر لوكس ليد بروفايل مع السبوتات مع بيت النور. ده كده اهو، عندي برضو بديل الخشب. ده ريسبشن قطعتين. هنا كده بيجي لنا حمام الضيوف، ده حمام الضيوف اهو يا جماعه، ده شكله برضو، ده اللون بتاعه اهو، السيراميك ما شاء الله اللون حلو. وده الشباك برضو بتاعه، عندي في السقف برضو معمول سبوت كبير. ده كده الحمام الصغير، ده كده الامريكان كيتشن او المطبخ الامريكاني. تعالوا نشوف المطبخ الاول وبعد كده نروح نشوف الغرف ونشوف برضو البلكونه ونشوف الايه الفيو من البلكونه. ده كده المطبخ طبعا، ده كده اهو المطبخ للمساحه بتاعته، عندي برضو السقف بتاعه معمول فيه ليد بروفايل وجبسن بورد. ده كده المنظر من الامريكان كيتشن او من المطبخ الامريكاني على الريسبشن. تعالوا نروح نشوف الاول البلكونه اللي هناك دي يا جماعه وبعد كده نرجع نشوف الغرف معانا. ده كده ريسبشن اهو ما شاء الله، ريسبشن قطعتين مستريح يا جماعه، مساحته حلوه. هنا كده عندي بديل الرخام مع بديل الخشب، ده مكان كده للشاشه والتي في كورنر. هنا كده بقى البلكونه اهي، المساحه بتاعتها حلوه، ومعمول برضو الحاجه الحلوه اللي عجبتني هنا في البلكونه ان السور عالي يا جماعه، السور مستواه عالي عشان برضو لو في اطفال او كده. ده كده يا جماعه السور اهو، دي البلكونه. الشارع بتاعه يا جماعه شارع عرضه 10 متر متفرع من شارع 30 متر، الشارع اللي هناك ده يا جماعه 30 متر، احنا بالظبط تالت عماره من الشارع اللي هناك ده. الشارع اللي هناك ده اهو، ده شارع 30 متر رئيسي، احنا كده تالت عماره من الشارع الرئيسي ده. صرف المكيف معمول هنا اهو برضو يا جماعه، الشقه متاسسه تاسيس صح. يلا نبدا نرجع نراجع بقيه التفاصيل معانا. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. كده شفنا الريسبشن والبلكونه وشفنا حمام الضيوف وشفنا برده معانا المطبخ، ده باب الشقه اللي احنا جايين منه اهو. تعالوا بقى نخش طرق التوزيع، برده نفس الشيء برده الليد بروفايل. هنا برده عندي البانو، شغل البانو مع الاب داون. ويجي لنا هنا اول شيء الحمام الكبير، ده الحمام الكبير اهو يا جماعه، دي المساحه بتاعته، مساحته حلوه. ده اهو عندي السقف بتاعه برده معمول جبسن بورد مع بيت النور اللي هو فيه الليد والسبوتات طبعا. ده عندي اهو المكان اللي فيه البانيو والدش، طبعا الدش دفن والبانيو شاسيه. ده كده يا جماعه الحمام الكبير او الحمام الرئيسي بتاع الشقه غير الحمام بتاع الضيوف. بعد كده هنا بتجي الغرفه الاولى، دي كده الغرفه الاولى اهي، المساحه بتاعتها تقريبا 3.5 في 3.5. ده السقف بتاعي برضو اهو معمول جبسن بورد بيت النور مع الليد. تعالوا برضو نشوفه من الزوايا الثانيه، نشوف برضو الغرفه من جميع الزوايا اهي يا جماعه،
دي كده الغرفة اهي من كل الزوايا. دي كده يا جماعة الغرفة الأولى. يلا نروح نشوف الغرفة الثانية. هنا كده بقى الغرفة الثانية اهي. دي الغرفة الثانية، دي أصغر شوية من الغرفة الأولى اللي احنا شفناها. ده السقف اهو برضو بيت نور، السبوتات، جبسن بورد. دي برضو بقيت الغرفة معايا اهي. عندي هنا ده شباك، تعال نشوفه برضو، شوف الفيو من الشباك ده. ده اهو يا جماعة الفيو منه اهو، المفروض ان ده منور بس طبعا جنبك مفتوح. ان شاء الله الهواء جاي حلو جدا، لان ده يعتبر البحري، الغرفة دي تعتبر بحري. دي كده يا جماعة الغرفة التانية. بعد كده نشوف الغرفة التالتة، ودي تعتبر أكبر غرفة فيهم يا جماعة. دي بقى الغرفة الكبيرة أهي، ما شاء الله مساحتها حلوة. ده برضه معمول فيها شغل الجبس ده، برضه ليه بروفايل، المفروض إن أنت تحط السرير هنا، بس السرير هنا كده في نص الأوضة، عشان كده معمول الديزاين بالجبس ده فوقيه، بيدي برضه شكل جمالي. على فكرة برضه يا جماعة اختيار العفش بيظبط معانا الديزاين كله. هنا كده عندي شباك برضه على منور اهو. البرج جديد يا جماعه حديث، بصوا لسه الطوب شكله احمر لسه ازاي، لسه بخيره يعني، لسه بناء السنه دي. دي كده يا جماعه الغرفه الثالثه اهي، بجيبها لكم برضه من جميع الاتجاهات، بوري لحضراتكم الديزاين بتاعها. وكده يبقى احنا شفنا الشقه بتاعت النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 120 متر تحت العجز والزياده، ثلاث غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واثنين حمام. الشقه في الدور ال 12 تشطيبها الترا سوبر لوكس اول سكن، في فوقيها دور كمان. بالنسبه لعداد الكهرباء حضرتك اللي بتقدم عليه، مجرد ما تكتب العقد بتاعك بتقدم على عداد الكهرباء وبتاخد الدور بتاعك وبيجي لك ويركب على طول. بالنسبه لعداد الغاز موجود على باب الشقه، يعني بس بتقدم برضه بيجي لك يركب على طول ثاني يوم او ثالث يوم، ما بياخدش وقت. ده طبعا مع شركه الغاز على طول. الشقه يا جماعه عنوانها الليبيني الهرم خلف اولاد رجب، جانبي من شارع الاورمان من شارع المجزر. الشقه مطلوب فيها 1,100,000، قابل للتفاوض البسيط. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه الواحده ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.